أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يجمع الله الرسل
وعلى الذين كفروا منه
وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد أننا واشهد بأننا مسلمون واشهد بأننا يا
السماء قالت اتقوا الله
Oh!
ابن مريم أأنت قلت للناس
أن يعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم عذبهم فإنهم عبادك.
فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. صدقهم لهم جنات خالدين فيها أبدا. لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. هكذا فتنا فتى الايمان والاسلام. استمعتم من ايات الله البينات قتلها لما سمع حضرتكم من فضيلة الاستاذ القارئ الحاج عبد الباسط عبد الغني احمد الجنبيه القارئ المعروف والمقيم بقرية الجنبة التابعة لمركز مدينة هوسيسة إدارة الصوت والضوء والفراشة الحديثة الكبرى والمعرض الفني والأوراق الصراط القطر كتبت وجهزت من المخازن والمحلات. المعلم سامي خميس المعروف والمقيم بقرية الجنبة. حضراتي سلام أعزائي الكرام، شكر الله سيكون جميعا والبقاء لله وحده. ونكون عليها من الشاهدين.